بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا اليوم الجمعية المصرية للمحكمين أن يكون معنا بصحبة الدكتور عزت يوسف، المحكم الدولي والمحامي الدولي، وهيكمل معانا النزاع بتاع مركز تسويق نزاعات الاستثمار الإكسيت في واشنطن، وحكم التحكيم اللي سيادته تحصل عليه. اتفضل دكتور، اتفضل معانا. يعني بداية يعني عايز أنوه على إن مركز الإكسد هو أهم مركز لتسوية منازعات الاستثمار في العالم. وإذا كنا بنتكلم في منازعات الاستثمار فعايزين نفرق ما بين المركز ده وباقي المراكز ونوعية المنازعات بتختلف. إحنا أهم المراكز في العالم أو أهم المحاكم في العالم عندنا مثلا محكمة العدل الدولية، دي بتختص بالجرائم الجنائية. أما الإكسد أو مركز تسوية منازعات الاستثمار فهي بتختص بقضايا الاستثمار ما بين الدول والدول أو ما بين الدول والمستثمرين أفرادا وهيئات. وليه هي فرض منازعات الاستثمار؟ لأن عندنا مركز ثاني شهير زي مركز الغرفة التجارية بباريس، وده الحقيقة خاص بالمنازعات التجارية أكثر. لا يمنع بالمناسبه، لا يمنع ان مركز باريس او الاي سي سي باريس ان ينظم منازعات استثمار، ولا يمنع الاكسد انها تنظم منازعات تجاريه، ولكن هو حسب الاختصاص. فالاكسد عاده بنسبه 90% بتنظم منازعات الاستثمار، والاي سي سي بنسبه برضه 90% بتنظم منازعات تجاريه. وعشان نفرق ما بين منازعات الاستثمار ومنازعات التجارية، فمنازعات التجارية هي اللي بتتم ما بين شركات وشركات أو شركات وأشخاص، وهي منازعات أساسها العقود التجارية، فبيطلق عليها الكوميرشال كيسز أو القضايا التجارية. الانفستمنت ديسبيوت دي مرتبطة، أو منازعات الاستثمار مرتبطة بالبلاتينوم انفستمنت تريتي، اللي هي الاتفاقيات الاستثمار الثنائيه او الجماعيه، يعني يجوز برضه انها تكون منازعات استثمار جماعيه او اتفاقيات استثمار جماعيه. فاتفاقيات الاستثمار بتبقى ما بين دولتين او اكثر، بينص فيها على حمايه الاستثمار القادم من دوله لاخرى، وبينص فيها على ان كل دوله بتستضيف الاستثمار ملزمه بحمايه المستثمر، وملزمه بأنها تقدم له كافة الضمانات والحوافز اللي تمكنه من يعني حماية استثماره وحصول على النتائج منه. فاتفاقيات حماية الاستثمار دي الحقيقة هي يعني مصر على سبيل المثال ماضية على 102 اتفاقية مع 102 دولة، جميعها بيشترك في هدف واحد، هو أن كلا الدولتين بيتعهد بحماية استثمار الدولة الأخرى أو المستثمرين القائمين من الدولة الأخرى. ووفقا لذلك فلو تعرض أي أحد من مستثمري هذه الدولة لأي عراقيل للاستثمار أو لأي مشاكل تصيب استثماره، فطبقا لاتفاقية الاستثمار بيكون فيها بند خاص بكيفية منازعة هذه المشاكل ما بين المستثمرين والدولة، أو ما بين المستثمرين أو ما بين الدولة والمستثمر كذلك. وبينص فيها على آلية فض هذا النزاع، وعادة أو بنسبة كبيرة يعني تكاد تكون الأغلبية أن بيخير المستثمر ما بين اللجوء للمحاكم الوطنية وبين اللجوء للتحكيم الدولي ممثل في الإكسد، وفي بعض الأحيان بيضيف قواعد اليونسترال، واليونسترال دي قواعد التحكيم الدولي في الأمم المتحدة. وكذلك بعض الأحيان بيتم إحالة الاختصاص إلى مركز تسوية منازعات الغرفة التجارية في باريس. فمن خلال هذه الإحالة أو إحالة الاختصاص بالواردة في اتفاقية الاستثمار ما بين الدول، إنه إذا حدث أي نزاع نلجأ في فض هذا النزاع إلى المحكمة الدولية في باريس، أو أقصد مركز تسوية منازعات الاستثمار في الغرفة التجارية بباريس، أو مركز تسوية منازعات الاستثمار في البنك الدولي في واشنطن. فالحقيقة
بعد ما يتم إحالة هذا النزاع بيتم النظر في التحكيم وفقا لقواعد كل مركز على حد. فبالإشارة إلى موضوعنا إحنا، فإحنا بنتكلم على مركز إكسد لتسوية منازعات الاستثمار، له قواعد وله بنود منشورة وبيتم التحاكم إليها وفقا لقواعد الإجرائية الخاصة بهذا المركز، وبيتم التحاكم إلى القواعد الموضوعية في القوانين ذات الصلة والاختصاص، واللي عادة يعني بيكون القانون الموضوعي ذا الصلة والاختصاص في البلد اللي بتستضيف الاستثمار واللي هي اللي بيشتكيها المستثمر. يعني إذا كان هذا النزاع مثلا ما بين مستثمر مصري وما بين ألمانيا، فالنزاع هنا إذا تم إحالته للإكسل عن طريق الاتفاقية اللي ما بين دولتي مصر وألمانيا، بيتم تطبيق قواعد الإجرائية الخاصة بالإكسد، ويتم تطبيق القواعد الموضوعية الخاصة بالقانون الألماني. ليه؟ لأن القانون الألماني هو الأكثر ارتباطا بالنزاع وبالاستثمار، لأن هذا المستثمر المصري عمل استثماره في ألمانيا تطبيقا للقانون الألماني، وبالتالي القواعد الموضوعية في القانون المدني الألماني هي اللي هتسري على وقائع النزاع. طب ما يخص الإجراءات أو القواعد الإجرائية أو قواعد الترافع، دي بتبقى من اختصاص الإكسد أو بيسر عليها القواعد الإجرائية في الإكسد أو في مركز تسوية منازعات الاستثمار في واشنطن. فرجوعا بقى لموضوعنا احنا، بنجد الآتي: إن النزاع بتاعنا وكان هو نزاع ما بين دولتين على منطقة حدودية، وأثار مشكلة هامة وهي مشكلة نقل السيادة، هل يشمل نزع الملكية؟ وهنا الحقيقة كان في خلاف فقهي شديد جدا في القانون الدولي، والخلاف ده اتجه إلى أمرين: إلى هل هذا النزع هو نزع رضائي واتفاقي، أم أن نزع السيادة كان نزع عسكري أو قهري. وقالوا إن في هذا الأمر شقين: إذا كان النزع إرادي واتفاقي فهو يشمل كافة الأراضي الواقعة في زمام الإقليم نقلا كاملا ما لم يكن به ملكية خاصة، أما إذا كان قهري وعسكري فهو لا يشمل ملكية الأرض وإنها تعتبر سيطرة عسكرية. الحقيقة ما اختلف الفقهاء إلا إن هم أغلبهم اتفقوا على إن نزع ملكية الأراضي من ملاكها السابقين ده يعتبر غير قانوني بالمرة، وإن نقل السيادة لا يعني أبدا نزع ملكية الموجودين أو أصحاب الملكية السابقة على نقل الحيازة من دولة لأخرى. طبعا إحنا وإحنا بنناقش هذا الأمر، إحنا كان عندنا مجموعة من الاتفاقيات الدولية، كنا بنتكلم في اتفاقيات الحدودية ما بين الدولتين، وبنتكلم في القوانين المدنية في الدولتين ومدى انطباقها وتأثيرها على الملكية الخاصة، وبنتكلم طبعا في اتفاقيات حماية الاستثمار ما بين الدولتين وما بين دولة المستثمر، عشان نوصل إلى كيف يرى المشرع الوطني أو كيف يتعامل المشرع الوطني في الدولة المضيفة للاستثمار مع الملكية. فإذا كان هو بيحترم الملكية الخاصة فلا يجب أن يصدر أي قرار بنزع الملكية على اعتبار أن تم نقل السيادة، أما إذا كان له القدرة والحق في نزع الملكية الخاصة لأي أمر آخر مثل المنفعة العامة وخلافة مع شروط محددة مثل التعويض أو غيره، ففي الحالة ديت يبقى فيه مساحة أكبر وفلكسبيليتي أعلى للدولة إنها تنزع الملكية. ودي كانت من الحاجات الشائكة الحقيقة في القضية. القضية بمجرد ما تم إقامتها أمام المحكمة الدولية للاستثمار في واشنطن، تم تعيين 3 من المحكمين الكبار، وهم يعني من أساتذة التحكيم في العالم: رئيس منظمة التجارة العالمية، عميد حقوق برلين، أستاذ في القانون المدني الفرنسي في جامعة السوربون. فكانوا الحقيقة يعني من قامات التحكيم، ولكنهم الثلاثة انعقد العزم لديهم أو اليقين لديهم على إن نقل السيادة
مرتبط بنقل بالاستغناء عن الملكيه، وان على الدوله اذا ما نقلت السياده من دوله لاخرى عليها في الحاله دي انها هي المسؤوله بشكل متصل واساسي ومنفرد في تعويض مواطنيها او اصحاب الملكيه الخاصه. الحقيقه اني انا لما جينا نظرت معانا، الو الو، اتفضل دكتور. مع حضرتك، اتفضل يا فندم. حضرتك سامعني يا فندم؟ يا فندم سامع حضرتك، احنا بنسمع لك يا فندم، اتفضل دكتور. تمام. ولكن انا الحقيقه لما نظرنا في هذا الحكم ولقيناها ان رفضت فكره تعويض لاصحاب الملكيات الخاصه في ظل وجود معاهده التنازل عن السياده، وهي اعتبرت ان نقل السياده يستتبع نقل الملكيه وعدم اعتراف في الدولة الحدودية بالملكية السابقة، فأنا اعتبرت إن ده تجاوز منهم لاستخدام سلطاتهم المنوط بها تنفيذها طبقا لاتفاقيات حماية الاستثمار ما بين الدولتين، وطبقا للمنازعات لاتفاقيات التنظيم الحدودي ما بين الدولتين، بالإضافة إن هم تدخلوا في أمر لم يطلب به الخصم، وهو ان هم اعملوا الشؤون الاتفاقيه الحدوديه على نزاع استثمار ينطبق عليها اتفاقيه الاستثمار وليس منازعه. والحقيقه احنا لما تعود هذا الموضوع على اكثر من فريق او مكتب من المكاتب الكبيره في العالم، فكانوا شايفين ان هذا الحكم يعني عمليه القضاء ببطلان وعمليه شائكه صعبه جدا، وان قضايا البطلان في العالم لا تتجاوز ال 12 قضيه، وان جميع طلبات البطلان بيقضى فيها بالرفض، وكمان ان احنا طلبنا الاساسي في هذا البطلان تجاوز السلطه لم يحدث في تاريخ الاكس، وبالتالي كان نسبه النجاح القضيه لا تتجاوز 2% وفقا لما اقره احد يعني تقريبا اكبر مكتب تحكيم في العالم، ويعني بدون ذكر اسم، وهو كان يعني هو بس هو معروف ان هو أكبر قضية استثمار في العالم كسبها الحقيقة في أسبانيا، وقال لا إن الموضوع ده الحقيقة هيبقى يعني صعب، مش صعب شبه مستحيل يعني، ولكن إحنا توكلنا على الله وقلنا هنبذل الجهد فيه ونسعى. طبعا إحنا كان بيصادفنا أمور أخرى ملهاش علاقة بالقانون لكن ليها علاقة بطبيعتي كرجل مصري ورجل عربي وبطبيعة النزاع وأفراده يعني، وبالتالي كانت الأمور كلها تزداد زي ما بقول صعوبة، وأن يعني حتى يعني أن يخضع ببطلان حكم زي ده على إيد رجل عربي ومحامي مصري، وأن بهذه الكيفية أنت بتبطل حكم صادر من أهم قامات العالم. تمام يا دكتور. هو طبعا ده هو حكم تاريخي طبعا، زي ما احنا متاكدين وعارفين يعني ان ده حكم نادر فعلا، عشان كده طبعا سعداء بوجود حضرتك معانا، ويا ريت يبقى لنا لقاءات كتير يعني. ويعني بعض الزملاء يعني دكتور احمد صبري، ليه لو في سؤال للدكتور عزت عشان بس الوقت، دكتور احمد صبري. طيب الدكتور عبد الرحمن سمير. في سؤال يا دكتور عبد الرحمن؟ معلش يا دكتور، بس هو عندي كان في عطل بس شوية. طبعا ولا احنا يهم، تشرفنا اتفضل يا فندم. واستفدنا كتير، تشرفنا واستفدنا كتير طبعا من الدكتور عزة، ولكن احنا كنا عايزين يعني نعرف برضو نقطة محددة طبعا مش هطيل عليها علشان الميعاد الساعة 10، هنتكلم في الموضوع ده باستفاضة مرة تانية إن شاء الله لو هو بإذن الله. يسمح لينا يعني إن احنا نتشرف بسماعه مرة أخرى، لكن كنا عايزين نعرف برضو بداية الدخول في التحكيم، يعني بداية الدخول
هل بس بمجرد ان الواحد يحصل على دبلوم التحكيم يبقى كده ممكن ياخد قضايا زي من هذا القبيل، ام لابد ان هو يدخل جمعيات محدده او من خلال منصات موجوده داخل مصر او من خارجها؟ ازاي بس الواحد يبتدي يلتحق بقضايا التحكيم ولو كانت قضايا صغيره؟ تمام، شكرا دكتور احمد. اتفضل دكتور عزيز. دكتور عزيز، يبدو ان في مشكله في صوت عند حضرتك يا فندم. دكتور عزيز، حضرتك سامعنا؟ وعلى ما يبدو في مشكلة في الصوت عند الدكتور عزة. حاول نشوف. هو عامة برضو هيبقى لنا لقاء تاني إن شاء الله بإذن الله. أنا الوقت ضيق النهاردة الصراحة يعني، وكان في مشكلة في بداية اللقاء، فهنحاول بقى يعني نستضيف الدكتور عزة بقى في يوم كده يعني، يكون من بدري شوية مثلا، ممكن يبقى بالساعة 8 إن شاء الله بإذن الله. ويعني افضل ان لو في امكانيه دكتور عزت ان حضرتك تشارك معانا الحكم اللي حضرتك تحصلت عليه، سواء باللغه الانجليزيه او مترجم للغه العربيه، يبقى افضل يعني. واكيد طبعا سعداء بلقاء حضرتك وبوجودك معانا، واستفدنا جدا من اللقاء النهارده، وكان لقاء مثمر حقيقي فعلا. وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني برضه وتالت ان شاء الله باذن الله، عشان بس ظروف الدكتور عزت النهارده عنده ميعاد ملتزم بمواعيد يعني، فهنضطر بقى النهارده نختصر شويه في اللقاء، وربنا يجيب الخير ان شاء الله في اللقاءات الجايه باذن الله. ويعني هنقفل اللقاء النهارده على كده، ولنا لقاءات تانيه ان شاء الله باذن الله. ونشكر الدكتور احمد صبري ليلى والدكتور عبد الرحمن سمير، وطبعا اساس طبعا مستشار الدكتور عزت يوسف على يعني اتاحه الفرصه النهارده للقاء معايا اونلاين، والحديث عن دعوه بطلان على حكم التحكيم الصادر من مركز التسويق من وزاره الاستثمار واشنطن، والمعروف يعني بالاكسيت. ان شاء الله باذن الله يكون لنا لقاء ثاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.